خير وصبح على زميل عبد الرضا وعلى قادة وكل مشاهدي الكرام تابعونا في برنامج صباح الخير. مثل ما احنا عودناكم دائما في جولاتنا ولقاءاتنا الجميلة في جميع أنحاء دولتنا الغالية، اليوم احنا موجودين عند مكان من الأماكن المهمة جدا لمستشفى الفرواني، وهو أحد المواقف اللي موجودة متعددة الأدوار، وهذا الموقف يخدم المستشفى والعيادات الخارجية والأسنان وكل من يعني يرتاد إلى مستشفى الفرواني. راح نتكلم عنه أكثر وأكثر معنا المهندسة بشاير الشختلي، مهندس مدني بالإدارة الإنشاءات بوزارة الصحة. مهندس صباحك الله بالخير، وإحنا دائما مع المهندسين الكويتيين الله يعطيهم العافية اللي دائما يتميزون في أماكن كثيرة. بدأنا بالأسنان، خلصنا منها، الحين عندنا بالمواقف، المواقف اللي إن شاء الله جاهزة خلال الأيام القادمة راح تسلم إلى إن شاء الله وزارة الصحة، ويكون هذا الموقف جاهز لكل مرتادي المستشفى. صباحك الله بالخير. صباح النور، أهلا حياكم الله، وإحنا اليوم جايين نتكلم عن مواقف السيارات. ونسوي نعطي فكرة مثلا عن هذا الموقف السيارات، هذا الباركينج اللي موجود مكون من 4 أدوار ومساحته والقدرة الاستيعابية. طبعا أول شيء نتكلم عن مساحة الأرض. مساحة الأرض 8000 متر مربع، المساحة الإجمالية للبناء 41135 متر مربع. يتكون المبنى من سرداب وأرضي و4 أدوار متكررة وسطح. السطح يحتوي على مظلات كاملة من أحدث أنواع المظلات، وعندنا بعد أحدث أنظمة بهالمبنى. يعني هذا ما شاء الله مهندس، خلنا نقول هذا المشروع اللي موجود الآن اللي هو يخدم العيادات الخارجية، يخدم الأسنان، يخدم المستشفى الجديد. اي نعم، هالمواقف الطاقة استيعابية لها 1400 موقف، يخدم المستشفى الرئيسي ويخدم مبنى الأسنان، وهناك جسر رابط بين مواقف السيارات هذه مع المبنى الرئيسي. كنشوف مهندسة كذلك ان اعطيته يعني هم من عملته مواقف موجودة لذوي الاحتياجات الخاصة. اي نعم، ذوي الاحتياجات الخاصة تحتوي 28 موقف لذوي الاحتياجات الخاصة، زائد مواقف سطحية برا المبنى بعدد 40 موقف لذوي الاحتياجات الخاصة. لو نتكلم مهندس، عندك الدور الأول والثاني والثالث، هذا يكون هو يعني مع الأدوار، لكن الدور الرابع عملته اللي فيه مظلات موجودة. اي نعم، الدور الأخير اللي هو الدور السطح الخامس يوجد مظلات كاملة. تدري بعد جونا ما شاء الله وايد بارد. مهندس لو نتكلم عن الأدوار اللي موجود عندكم، مصاعد موجودة وزعتوها على مدار هذا الموقع، يعني اللي مثلا يصفط بالدور الثاني أو الثالث يقدر، عندي مصاعد موجودة ويعني مساحتها زينة حق يقدر ينزل مباشرة إلى المستشفى. إي نعم، المبنى يحتوي على 8 مصاعد، منهم 4 مصاعد بسعة 21 شخص و4 مصاعد تحوي 8 أشخاص. وطبعا يسهل للواحد إذا صفط يعني مثلا بالسطح يقدر ينزل على طول، ومنها يتجه للجسر أو للممرات العبور. كذلك يعني خلينا نقول هذا المشروع مزود في أنظمة حديثة، يعني انذار مكافحة الحريق، الكهرباء، الإضاءات اللي موجودة، الخضر اللي احنا نشوفها داخل موجودة اللي توجه السائق إذا هذا المكان فاضي أو ما في مثلا أو أن سيارة فيها موجودة. اي نعم، يحتوي المبنى على أحدث أنظمة الإلكتروميكانيكية، مثال أجهزة الإنذار ومكافحة الحريق، وأيضا عندنا اللي هم السنسارات اللي تشوفونهم حوالينكم. هذه السنسارات نقدر نشوف الأدوار وعدد المواقف المتاحة فيها وعدد المواقف المشغولة فيها. كذلك مهندسة يعني أغلب المواقف تحتاج إلى نظام تهوية. اي نعم، عندنا السرداب لانه مكان مسكر فيحتوي على انظمه تهويه عشان ضغط السيايير وكذي. مهندس يعني في خلال هذا المبنى وخلال هذا المشروع، الان خلينا نقول هذا المشروع جاهز بالكامل بس مجرد انه استلامه من قبل وزاره الصحه، لابد ان في بعض المشاكل واجهتكم، بعض العوائق واجهتكم في هذا المشروع. والله الحمد لله، يعني المبنى خالص مثل ما تشوفون، وان شاء الله قريب يعني يتم استلامه ويتم افتتاحه. والله الحمد لله، يعني ماكو مشاكل، المشاكل بسيطه اللي بكل مشروع، بس الحمد لله ماكو شيء مثل ما تشوفون. مهندس احنا نتكلم ان هذا الباركينج اللي او المواقف اللي موجوده هنا، خلف هذا الباركينج بالضبط خلفه مبنى كبير جدا قاعد يبنى حق إدارة هذا المستشفى، فهذا راح يربط بجسر بين الموقف وبين هذا المستشفى الجديد إن شاء الله. اي نعم، إن شاء الله راح يكون في جسر مظلل بالكامل، يعني جسر مسكر راح يربط هالمواقف مع المستشفى الرئيسي لسهولة نقل المراجعين أو المرضى من المواقف للمستشفى.
انا اقول الله يعطيك العافيه وعساك على القوه مهندسه، ودائما احنا دائما مع المهندسين الكويتيين الله يعطيهم العافيه اللي دائما يتميزون في اكثر من مشروع. مشكوره مهندسه بشاير الشختلي مهندس مدني باداره الانشاءات وزاره الصحه، عساك على القوه، وراح نيجي ان شاء الله بعد فتره عن المبنى الجديد اللي احنا تكلمنا عنه قبل شوي. مشاهدينا الكرام، كنا معكم في هذا النقل البث الحي المباشر من مستشفى الفرواني، وبالتحديد من الباركينج الجديد والمواقف الجديده متعدده الادوار. راح نرجع الى غاده ونرجع الى عبد الرضا لتكمله الفقرات المفيده والمتميزه لبرنامج صباح الخير. لكم الهواء، تفضلوا.